نشيط في هذا الحزب؟ لا، ما كنتش لا نشيط ولا غير نشيط. انا ما كنتش عضو في الحزب الوطني ولا عضو في لجنة السياسات ولا مقترب، وانا غير مقتنع بالحياة الحزبية يعني حتى الان. ده انا مرشح نفسي دلوقتي للرئاسة مش عن طريق حزب، بره الاحزاب خالص. طيب مرشح مين؟ يعني انا عارف انه محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين، حزب ديني عريق، عنده مشروع بيقول عنه شوي، ممكن ما يفصح عنه يعني كتير، ولكن يعني انا حضرتك مرشح مين؟ المجلس العسكري مرشح الاسر المصريه الطبيعيه خالص، كيف كل يعني؟ الاسره المصريه، كل اسره مصريه ليست منتميه لحزب انا ادعي ان انا مرشح عنها. حزب الكنبة كمان؟ ما بيسموه حزب الكنبه احيانا، لكن ان شاء الله في الانتخابات الجايه دي مش هيبقى حزب الكنبه اكيد. خيم يا حزب السري اه، هيبقى حزب الجري. الجري. حقيقة في حال وصولك للرئاسة، شو هو هدفك الأول سيادة الخليل؟ شو حتعمل أول شيء؟ شوفي حضرتك، الحالة الأمنية سيئة لغاية في مصر، والحالة الأمنية الحقيقة ليست موضوع الأمن في الطريق العام، ولا الأمن في سرقة أسرة، ولا الأمن في سرقة سيارة. الأمن أشمل من ذلك الحقيقة. الأمن ترك بعد سيء جدا جدا على مصر في كل شيء. الاستثمار توقف، الاستثمار الداخلي توقف، المصري ما بقاش يطلع فلوسه اللي مخزنها يشتغل لانه مش امن، مش عارف بكره فيه ايه. الاستثمار الخارجي انقطع عن مصر تقريبا. اعتقد ان احنا بالدرجه الاولى لابد ان نعيد الامن، ونعيد اركان دوله ونظام قوي. العالم يستشهد ان هناك نظام قوي في هذه الدوله، الشيء اللي بنفتقده حاليا جدا. من هنا نقدر نقول، عارفه زي كره الجليد اللي كان انضمت على بعضيها الامن والاقتصاد وهي عماله تنزل، اما تضخمت الكره وبقت العمليه متشابكه. الامن والاقتصاد هو ما يخرب مصر حاليا. بس الامن فيه يكون قمع كمان، ليه الامن يكون قمع؟ لانه في يعني وقت واحد بيحكي امن بحس انه في دوله امنيه، انه في يعني لا، مع ان كلمه الامن دي تعني الامان، احنا خدناها بناخدها من المفهوم. انا لو خدت دواء بدوس كبير طيب ده اذا معالج. استمرت الثوره واحمد شفيق هو رئيس للجمهوريه المصريه، شو بيصير؟ ايه المقصود باستمرت الثوره يعني بقيوا الناس بميدان التحرير دي؟ مش ثوره، ده تحرير مش ثوره. ليه؟ الثوره اما الناس طلعوا ميدان التحرير، حضرتك خدي بالك، نص مليون، تلت مليون، مليون، 2 مليون، 5 مليون، برضه مش ثوره. الثورة ان 80 مليون مصري اللي قاعدين في البيوت بيدعموا هذا الخروج. ممكن انه هيدول ال5 ملايين في مقابلهم 20 مليون يدعموا الناس اللي هن خليك ميدان بس التحرير. معايا، نعم. الثورة 25 يناير، في الثورة نجحت وكانت ثورة، لان اللي في الميدان في الميدان، واللي في البيوت بالكامل مدعمنا. النهاردة في مجلس الشعب بيعبر عن الشعب، في انتخابات، في نجاح في الانتخابات، عين احمد او مرسي او سين او صاد، خلاص بقت دي اراده الشعب. اما تحصل بقى تظاهرات، اما يحصل اعتصام، هذا لا يعني ثوره اطلاقا. كيف راح تتصرف؟ افندم، كيف راح تتصرف؟ والحاجه الاعتصام نعم. له قانونه، التظاهر له قانونها. حضرتك ده في لبنان، في أي دولة أوروبية، في أي دولة متحضرة، إيه القواعد المنظمة عشان واحد يعمل مظاهرة أو تظاهرة، عشان واحد يعتصم؟ كله بالاعتبار. إزاي أنا أعتصم، إزاي أنا أتظاهر، أبدي رأيي من غير ما أؤذي التاجر اللي بيعمل معايا، غير ما يقفل المحل بتاعه؟ إزاي أنا يعني أعتصم في مكاني من غير ما اوقف الطريق هنا وتتعطل مصالح الناس وقفوا الساعات في الشارع؟ هناك نظام للاعتصام، الدول المتحضره. لا، شوف العالم في اوروبا بيعتصم ازاي، في امريكا بيعتصم ازاي، في الدول اللي في الشرق في الغرب اللي علمت نفسها من تجربه السابقين. الاعتصام مش انها ضمن قدامي، المظاهره مش انها كسر وامنع الحياه من انها تستمر. حضرتك في الخارج
اما في المترو بيعمل يعني نوع من الاضراب، بيقول لحضرتك احنا من 5 مترو هنوقف 2، هنوقف 3، وبيسيب لك المواعيد اللي هتتوقف عشان ما تروحيش المحطه بدري. ليه؟ لان في اطار التظاهر والاعتصام، برضه في احترام للانسان عشان ما يتبهدلش. طيب احمد شفيق كيف بده يحكم المجلس الشعب مع الاخوان المسلمين، ناس اذا بقيت بميدان التحرير، خليني اقول يعني ال4 ملايين اللي اعطوا لي حمدين ممكن يكونوا بالطريق لثوره مستمره، كيف يعني كيف راح يحكم؟ بالنظام يا فندم، بالقانون. القانون بيتيح ايه وما بيتيحش ايه؟ القانون موجود، القانون بيقول دي ممنوع ما تتعملش ودي مسموحة تتعمل. واللي أنا عايز أقول لحضرتك إن الخلافات ما قبل الانتخابات في العالم كله، حضرتك شوفي في الدول اللي سبقتنا في هذه الحضارة خلافاتها شكلها إيه وبتصل إلى أي مدى. ايه بس وخلص وصلوا هنن. عظيم. أول ما هنا بقى لازم نعم. نقول، وكان كان حديثي امبارح كنت بقول مع كل الخلافات الموجودة مع انتهاء نتيجة نعم. الانتخابات والوصول، احنا كل المصريين في مركب واحدة، والمركب ليها قائد واحد، وثقب واحد في المركب بيغرق كل المصريين اللي عليها. اعتقد ان احنا لازم نتعلم ثقافة الخلاف وثقافة الاتفاق، وحان الوقت ان احنا ننهي خلافاتنا على اثر هذه الانتخابات، وكائن من كان اللي هيصل للنتيجة او اللي هيصل للرئاسة رئيس المركب في هذه الفترة، وعلينا ان ننتظم في العمل. أثناء بقى الانتظام في العمل، تظاهرة هنا، اعتصام هنا، إبداء رأي هنا، وهي هايد بارك في بره بتعمل إيه؟ مش طول النهار فيها مختلفين في الرأي، وفين يكلموا؟ لا دمروا البلد ولا عطلوا مسيرة العمل ولا حاجة. عايزين نتعلم هذا. نعم سيادة الفريق، أنا بعد ما بقى معي وقت كثير، بس بدي عندي سؤالين صغار. أنت عندك صلاحية كرئيس الجمهورية أن تعفو عن الرئيس مبارك، هل راح تستعمل هذه الصلاحية؟ الحقيقة هلتزم بالقانون. وسؤال الثاني، هل خائف على حياتك؟ ما فيش حد في الدنيا ما بيخافش على حياته، لكن بتفرق الخوف ده بيخليه ينكمش ولا هو ممكن يتعرض للخوف وما يتمش. ده الفارق بين انسان واخر. اعتقد ان انا تعرضت في حياتي لما هو اخطر بكثير وكثير وكثير من اي موقف ممكن اقابله انا ماشي على الارض. سيد الفريق احمد شفيق، انا راح اتمنى لك التوفيق بالنهاية.